عقم عقم شاهد هادو هادو عقم هاد الشجار هادو السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. كما كتشوفوا فالعمال ديال شركه هينكول كينخرطوا بدورهم في المحاربه ديال فيروس كورونا، كلنا من اجل محاربه هذا الفيروس الفتاك الذي انهك دولا عظمى. وكما كيقولوا الوقايه خير من العلاج، فحنا كنديروا في جهدنا كنحاولوا نعاونوا قدر المستطاع باش اننا نحاربوا هذا الفيروس هذا. كنطلبوا من المواطنين انهم يلتزموا بالتحذيرات ديال وزاره الداخليه، وان الجميع يبقى في المنازل ديالو الا للضروره. ما زلنا معكم في هذا البث المباشر. عمال شركة هينكول يقوموا بعمل تطوعي من أجل محاربة فيروس كورونا، أكرر عمل تطوعي من أجل محاربة فيروس كورونا. هاي حطها هنا فينا تيجي كم من الاخر يهزوها، حطها هنا حطها هنا. حطها هنا هو يجي الكاميرا الاخر يهزوه. حطها هنا. Thank you.
خاي الحسن، تبارك الله عليك خاي الحسن، الله يحفظك اخويا. تحياتي السي بلال. تحية، مرحبا بخي عبد السلام مول الحمامة، هو معنا في اللايف. تحية خي عبد السلام بن شرقي، عبد السلام تحية ليك من مرحبا بالناس ديال الديار الإسبانية والجالية المقيمة في بريطانيا، ومرحبا بالسي حكيم الشنتوف لارا سبورت. مرحبا بالجميع، كما كتشوفوا حنايا منخرطين تدورنا كعمال شركة هينكول محاربة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وكما كيقولوا الوقاية خير من العلاج. كنعاودوا ننبهوا على أن وزارة الداخلية أعلنت حالة طوارئ، فبالتالي ممنوع على المواطنين أنهم يخرجوا إلا للضرورة. وكنتمنى من الناس يلتزموا بهذه التحذيرات ويلتزموا بالشيء اللي باغا ديروا البلد، راه هادشي كامل في المصلحة ديالكم الإخوان. سليمان، الناس كيسلموا عليك هنايا، الناس كيسلموا عليك، وكيسلم عليك عبدو، عبد السلام الحلاق، وعبد السلام مول الحمامة، وبلال التميمي والحسين. ها هو خاي سليمان، انت هو منخرط معنا في هذه الحملة. اخوتي اسمعني، راه عودتنا دار لكم على هذيك الورقة، قال لكم على لبسوا الحوايج ديالكم، قال لك لبسوا الحوايج ديالكم وخرجوا، قال لك راه ما يقول لكم حتى شي واحد شي حاجه. قلت له ديك الورقه وكذا باش نخرجوا من الطيور ديالنا، ما يوقفونا حتى البوليس. قال لك اخاي عي خرجوا لبسوا الحوايج ديالكم وخرجوا تخدموا، راه ما يهضر معكم حتى واحد. المهم الاخوه اللي خدامين راه هما يمشيو للخدمه ديالهم، والناس اللي ما عندها خدمه لا والو، من الافضل انهم يبقاو في المنازل ديالهم. اش كتقول لنا على هذه الحمله ديال النظافه اللي كديروا دابا خاي سليمان؟ هادشي التعقيم مزيان اخويا، فهمتي؟ هادشي هذا خصكم مداوم خصكم دايم، طلبوا من المواطنين انهم يبقاو في المنازل ديالهم باش ما يتعقموش. ضروري اخويا، باش ما نديوهاش حتى حنا في الضاح، ضروري بنادم يبقى في الدار ديالو. الاخ رشيد ها هو معنا، حتى هو متطوع باش انه يحارب الفيروس. كما كتشوفوا راه من الصباح حنايا عده محطات كنا دوزنا عليها عقمناها. تبارك الله عليكم اخوتي. تحياتي خاي سفيان، خاي بلال، خاي الحسن، خاي محمد سانتا باربارا، تحياتي ليك. خاي بدر الله يحفظك اخويا، الله يعاونك. مع الستة ديال العشية غادي تفرض حظر التجوال.
حاليا تنظن كاينه واحد شويه ديال حركه السير، باقي بنادم باقي شويه في كيدور على رجلو، كاين اللي كيتسرى في السياره ديالو، يعني الناس باقي ما ملتزمه شي 100%. كنتمنوا غدا ان شاء الله يكون كل شيء ملتزم بهذه المبادره هذه اللي دارت، ان الجميع يبقى في المنازل ديالو، وانهم يكلفوا واحد هو اللي يخرج يتسخر ويتبضع على المسائل ديال الاكل والشرب والبقيه. السلام، بارك الله عليك. باش كتنصح الناس اخي عبد السلام، باش كتنصحهم؟ اش صعيب التليفون صعيب. الى هنا كنودعكم اخواني، الى هنا كيكون رساله بالبث المباشر. هذه فقط هذا الفيديو درناه باش نوريو للناس على ان هذا الشيء هذا راه بالصح، وهذا الفيروس هذا راه يقدر يؤذي الجميع، والى ما التزمناش بعض السياسه اللي مطبقه في العالم ديال بقى في دارك راه غادي تكون الكارثه، وحنا ما كنتمناوش اننا نوصلوا لهذا الشيء هذا، فمن الاحسن ان الجميع يبقى في المنازل ديالو. تحياتي لكم اخوتي، والسلام عليكم.